جيش الدفاع الإسرائيلي دمر ليلة أمس نفقين إرهابيين آخرين تابعين لحماس. نحن نمتلك الآن تكنولوجيا خارقة لا مثيل لها في العالم، تستطيع أن تعثر على مسارات جميع الأنفاق الإرهابية، ونحن ندمر هذه الأنفاق نفقا نفقا. نقول للمجتمع الدولي، كل التبرعات المالية التي قدمتموها إلى قطاع غزة حماس نهبتها كليا، وهي تصرف هذه الأموال على حفر الأنفاق وعلى شراء الأسلحة وعلى بناء دوشم. حماس تسرق هذه الأموال من المواطنين في قطاع غزة، حميها حرميها. وفي وقت